زيارة نعتبرها تاريخية سعداء بها، طرحنا تداولنا مع فخامة الرئيس على الهموم والهواجس اللي تعيق حركتنا في نينوى يعني، واللي خارجة عن إرادتنا، وعدنا فخامته أنه راح يكون خير عوننا في بغداد في سبيل تذليل هذه الصعاب، وطلب منا أن يكون هناك تقرير مفصل راح تزود فخامته به. إيش بيه مطار الموصل؟ مالك شغلة بالدعايات، هاي أجندة، أجندة مدفوعة غاضهم أنه يصير مطار بالموصل. المطار ضمن التوقيتات ماشي، ماكو شائبة عليه. المطار ده يمشي ضمن التوقيتات المرسومة إليه، وبإذن الله شهرين ثلاثة راح نشوف السي 130 ما تنزل بالقيارة، تنزل بالموصل، راح يكمل المدرج. والآن ده يجري العمل ضمن توقيتات، وأكو شروط جزائية قوية على الشركات في حالة تلكؤ بالتنفيذ، لكن هم ماشيين بالخطوات المرسومة.